روى ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. عنوان حديثنا هذا اليوم: من أخلاق النبي صلى الله عليه وآله في حياته الزوجية. حين يفخر رسول الله صلى الله عليه وآله بين أصحابه بأنه خيرهم لأهله، فهذا يشير إلى أمرين: الأول أهمية الموضوع، وأنه يستحق أن يفخر به شخص في مقام رسول الله صلى الله عليه وآله مع عظمته ورفيع مقامه، لكنه يفخر بهذه الصفة. وعند التتبع للأحاديث النبوية لا يبدو أن النبي صلى الله عليه وآله قد افتخر بأي صفة أخرى بهذه الصيغة غير هذه الصفة. ما ورد عندنا حديث أنا خيركم صلاة، أنا خيركم مثلا إنفاقا أو شجاعة، وهو خيرهم في كل شيء، لكنه افتخر فقط بهذه الصفة. لماذا؟ لكي يلفت الأنظار إلى أهمية هذه الصفة، أن يكون الإنسان في تعامله خير لأهله، وأن يهتم بالخيرية في تعامله مع أهله. هذه صفة مهمة يفتخر بها رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني: حتى يوجه أنظار المسلمين إلى قراءة سيرته، إلى تأمل سيرته في بعد حياته الزوجية. يعني أيها المسلمون، لا تنظروا إلي فقط في طريقة صلاتي وصومي ودعائي وعبادتي، انظروا أيضاً إلى هذا الجانب، تأسوا واقتدوا بي في هذا الجانب كما تهتمون بالتأسي والاقتداء في الجوانب الأخرى.